يعني تقول ايه رجال المترو لا هي تشغيل. انا بشكرهم جدا والله لان هم عايز اقول لك تعبانين بص معايا ازاي واقفين قلبا وكل حاجه وشجعوني بجد شجعوني بجد ربنا يخليك والبوم عليا قوي وعايز اقول لك مبسوط جدا بص الانبساط بتاعهم عامل ازاي بيخليني سعيد جدا بشكرهم جدا بشكر النقل كله وزاره النقل بس بشكر كل بني ادم واقف معايا تقول للجماهير المصريه بتتفرج عليك تقول للجماهير بقول لهم انا بشكر كل الناس دعمتني والناس كانت شاكه فيا الحمد لله انا شديت اهو وان شاء الله الايام الجايه ان شاء الله هيكون في احسن من كده باذن الله هنخليها مفاجاه باذن الله ان شاء الله. المترو المترو عايز اقول لك انا من بدري ونفسي انا مش انا اول ما بيت احمد بيه عبد الهادي لقيته بشوش وجميل جدا عايز اقول لك طلبت منه في منت انا عايز اقول لك الموضوع ما تمش في اسبوعين ولا زي ما انت شايف كده فمبسوط جدا حضرتك احنا فخورين بيك يا كابتن ولا حاجة؟ طبعا قدمت طلب سياده الوزير وافى على طول في خلال يومين بقول لك كنت في طاير من فرحه في تاني يوم بالظبط جات لي موسوعه جينيس ان انا اقوى راجل في العالم لما سحبت السنه اللي فاتت وكسرت رقم الهندي ورحت رحت الوزاره هناك وكان معايا الشهاده عايز اقول لك كنت مبسوط جدا وكنت مبسوط جدا لما كنت قاعد مع حسين بن سيسي وعايز اقول لك انا كنت فرحان جدا ان انا قضيت برده الخدمه العسكريه وطلعت قدوه حسنه كان مبسوط بيها اكتر بشكر رجال الشرطه بشكر رجال الداخليه وبشكر كمان وزاره النقل كلها في حد من ابطال العالم دلوقتي في حد من ابطال العالم كسر الرقم ده ولا مصر لا مصر لحد دلوقتي مصدر الحمد لله مصر يا ام الدنيا